هل لزوجتي أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها؟ وعلى من يكون الإثم هنا، علما أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته على قطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟ الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين حق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر لقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق، لأنه بذلك يحملها على المعصية وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير. وطاعة الزوج إنما تجب بالمعروف، طاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله. نعم.